بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد فارس دوان بن عبد الله. رقم جماعي 1-2-1-5-9-3. الآن سأشارك معكم عن الموضوع حكم تجويد من إخفاء حقيقي وإدغام بغير الغنة. الآن ما هو إخفاء حقيقي؟ إخفاء حقيقي في اللغة هو ستر. يقال اختفاء الرجل عن أعين الناس بمعنى استتار عنهم. في اصطلاح النطق بالحرف بالصفات بين إظهار وإدغام عن التشديد مع بقاء غنة في الحرف الأول وهو نون ساكنة أو التنوين. الآن سيواصل عن حروف إخفاء حقيقي. حروف إخفاء حقيقي تنقسم إلى 15 حرفا وهو تا ثا جيم دال ذال زاي سين شين صاد ض ط ظ ف قف كاف. الآن هيا ننظر إلى مراتب الإخفاء. مراتب الإخفاء تنقسم إلى 3. أولا عليا. عليا عند الطاء والدال والتاء لتقريب مخرجا من نون ساكنة أو التنوين. الثانيا الدانيا عند قاف كاف لبعد مخرجها عن النون ساكنة والتنوين. وآخرا الوسطى. الوسطى عند بقية حروف الإخفاء لأنهم لم تبدأ من مخرج نون ولم تقربوا منها بل كانت وسطا بينهما. ثم هيا ننظر إلى أمثلة من بعض من حروف الإخفاء. أولا حرف قاف. أمثلة هو فأنقذكم فإن قتلكم شيء قدير. أمثلة الثاني حرف الطاء. ينطقون فإن تبنا قوما طاغين. أمثلة الثالث صاد. ينصركم أن صدوكم ريحا صرصرا. الأمثلة آخر الدال. إن دا من دوني كنوان دانيا. هذا فقط في إخفاء حقيقي. ثم هيا ننظر إلى إدغام بغير الغنة. أولا تعريف الإدغام. تعريف الإدغام في اللغة الإدخال، أي إدخال شيء في شيء. وفي الاصطلاح الإدخال حرف ساكن في حرف محترق بحيث يسيران عند نطق بهما حرف واحد مشددا وحرف مدغما وهو النون ساكنة والتنوين. ثم هيا ننظر إلى إدغام بغير الغنة وأسبابه. أولا إدغام بغير الغنة له حرفان هما را لم. فإذا وقع حرف منهما بعد نون ساكنة والتنوين واجب الإدغام. يسمى إدغام بغير الغنة كما يسمى إدغاما كاملا أي كامل تشديد، وذلك للذهاب الحرف
وصفات ماء. ثم أسباب إدغام بغير الغنة. أسباب إدغام بغير الغنة هو تناجس. تناجس في إدغام النون في اللام والراء على مذهب فراء ومن وافقة في المخارج الحروف. الآخر الأمثلة من حرف إدغام بغير الغنة. أولا حرف اللام. الأمثلة النون سكينة. من لدنه الأمثلة التنوين. يومئذ لخبير الحرف الثاني راء. الأمثلة نون سكينة. من ربهم الأمثلة للتنوين. غفور الرحيم هذا فقط مني. شكرا على استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته.